السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد على قناتكم شارع الأرباح، لدينا اليوم مجموعة من الإضرابات الجديدة التي يمكنك الاستفادة منها والربح مجموعة من العملات المجانية. إذا قبل أن نتطرق إلى شرح هاته الإضرابات، أدعوكم للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر سبسكرايب، وزيارة قناتنا على التليجرام والانضمام من أجل أن يصلكم كل جديد القناة. إذا نمر مباشرة إلى الإضرابات ونشرح معكم الإضرابات الجديدة. إذا أول إضراب معنا لهذه الحلقة هو هذا الإضراب، أو طريقة الاشتراك قد تعودنا عليها في قناتنا. نقوم بالضغط على الرابط الدروب، ثم بعد ذلك نقوم بتخطي الكود الكابتشا، ننزل، بعد ذلك نقوم بالضغط على جوان اي دروب، ثم تأتينا المهام التي سنقوم بتجاوزها والحصول على فرصة للفوز أو بالحصول على عملة من هذه عملات من هذه من هذا البوت. أول شيء لدينا نقوم بالاشتراك في قناتهم على التليجرام، بعد ذلك ثانيا في الجروب الخاص بهم، ثالثا قناتهم ايضا على التليجرام، رابعا نقوم بالضغط على الرابط الخاص بالتويتر ونقوم بعمل فولو على صفحتهم على تويتر مع ريتويت للبوست المثبت مع عمل تاغ لثلاثة أصدقاء. طريقة جد بسيطة جدا، نذهب إلى تويتر كالعادة فولو، البوست المثبت كما ترون، عمل لايك وريتويت ثم الضغط ريتويت مع تعليق، ثم تقوم بعمل تاغ لثلاثة أصدقاء. جد بسيطة جدا. ثم تضغط على ريتويت. بعد ذلك تقوم في حالة لديك حساب على ديسكورد، تقوم بالاشتراك في قناتهم على الديسكورد، حالة لديك تطبيق الديسكورد تقوم بالذهاب مباشرة بالضغط هنا على أكسب أو تحويله إلى سطح المكتب. هنا بعد ذلك تضغط على accept وأنت قمت بالاشتراك في قناتهم. بعد ذلك المهمة الأخيرة وهو إرسال محفظة PNP أو PNP Smart Chain. كالعادة تذهب إلى
تروس واليت، بعد ذلك النزول والذهاب إلى بي ام بي سمارت تشين أمامكم، ثم الضغط هنا على كوبي، ثم الرجوع والإرسال، أو قبل ذلك عفوا، بعد انتهاء من جميع المهام تضغط على سبميت ماي ديتل، انتهاء من المهام كما ترون. تأتينا واجهة بهذا الشكل، هل قمت بالاشتراك في جميع القنوات الخاصة بهم؟ تقول دان. أيضا هل قمت بعمل فولو وتاغ لأصدقائك؟ تقوم بإرسال الملف الشخصي الخاص بقناتك أو على صفحتك على تويتر. هنا أيضا تقوم بإرسال اليوزر نيم الخاص بك مع الكود على ديسكورد، تقوم بإرساله مباشرة إلى هنا على البوت، بعد ذلك يطلب منك محفظة البي ام بي سمارت تشين، تقوم بإرسالها أيضا. ومبروك عليك الاشتراك في البوت، وانتظار حتى يقوم البوت بتوزيع العمولات على المشتركين. الآن نمر إلى الايدروب الثاني. الايدروب الثاني لدينا هذا الايدروب، نفس العملية، نقوم بالضغط هنا كما ترون، نقوم نفس الخطوات في جميع الايدروبات كما ترون. في حالة أن في هذا الايدروب يقول لك بعد انتهاء من المهام المحفظة، يقول لك أرسل لنا محفظة الإكس إس بي عن طريق تحميل أحد المحافظ أمامكم. تقوم بتحميل يا إما هذه المحفظة أم هذه المحفظة، الخيار لك. بعد تحميل أحد المحافظ، مثلا قمت بتحميل محفظة الإكس ديس سي واليت، تقوم بالضغط هنا، تذهب إلى البلاي ستور، تقوم بتحميل. بعد تحميل المحفظة تقوم بفتح المحفظة وإنشاء حساب على المحفظة. إذن بعد إنشاء حساب على المحفظة تقوم بعد إنشاء حساب المحفظة تذهب هنا إلى وتضغط، تقوم بنسخ رمز المحفظة، ثم الرجوع إلى البوت كما ترون، تقوم بإرسال رمز المحفظة. وبهذا تكون قد أنهيت البوت الإيدروب الثاني. الآن نذهب إلى الإيدروب الثالث، نفس العملية، نقوم بالضغط هنا كود كابتشا، السؤال وإجابة على الأسئلة. بعد ذلك تأتيك مجموعة مهام مثل الإيدروب السابق، تقوم بإنهائها وإرسال جميع المعلومات الخاصة بك، وتأتيك رسالة بهذا الشكل بأنك أنجزت جميع المهام بنجاح. ستحصل على 2000 من هذه العملة. الآن نمر إلى الإيدروب آخر. هذا الإيدروب نضغط هنا، هذا خارج تيليجرام، هذا تقوم بهذا الموقع كما ترون.
المهمة الأولى تقوم بالضغط هنا، أو تضغط هنا على، أنا قمت بعمل جميع المهام، تضغط هنا كما ترون. بعد ذلك تقوم بعمل فولو على القناة، ثم تضغط على كونتيني. الثاني أيضا نفس الشيء، تقوم بعمل فولو والضغط على كونتيني. الثالث أيضا نفس الشيء، فولو والضغط على كونتيني. هنا الاشتراك في القناة على التليجرام، أيضا هنا على المجموعة الخاصة بهم على التليجرام، هنا عمل سبسكرايب لهذه السبونسور الخاص بهم على التليجرام، هذا أيضا السبونسور الخاص بهم أيضا على التليجرام. هنا تقوم بإجابة عن السؤال، سأترك لكم جواب هذا السؤال في التليجرام. أيضا هنا إجابة عن هذا السؤال ستجدونه أسفل أو في قناتنا على التليجرام، الرابط الخاص بالإيردروب. بعد ذلك هنا رابط الإحالة خاص بك من أجل الترويج لهذا الإيردروب مع أصدقائك وجميع من تعرفهم يريدون الربح من الإيردروب. الآن نمر إلى إيردروب جديد وهو هذا الإيردروب، تقريبا نفس مثل الإيردروب الذي سبقه. نقوم بالضغط هنا، إيردروب هو مثل الإيردروب السابق، نقوم أيضا بعمل فولو على قناتهم على تويتر، أيضا هنا عمل فولو على قناتهم على تويتر، انضمام إلى مجموعتهم، انضمام إلى قناتهم على التليجرام، هنا أيضا عمل انضمام إلى قناتهم على التليجرام، هنا انضمام إلى صفحتهم على أو عمل فولو لصفحتهم على الميديوم، هنا هنا تقوم بتلك حساب أو فيديو على تيك توك أو على اليوتيوب، تقوم برفع هنا والتحصل على 100 نقطة. وهنا في حالة لديك أي أصدقاء تقوم بإرسال لهم الرابط، هنا عفوا هنا تقوم بإرسال لهم محفظة البي ام بي سمارت تشين. دائما قلنا تذهب الى تروس واليت والى سمارت تشين كوبي وتقوم بارسال لهم الرابط هنا، تقوم او ارسال لهم اسم الخاص بك على التليجرام او الرابط الخاص بك على التليجرام او الايدي الخاص بك، وهنا عمل ايضا سبسكرايب لصفحتهم على الانستغرام، هنا عمل سبسكرايب لقناتهم على اليوتيوب. وبهذا تكون قد انهيت الايدروب. اذا ما زال لدينا اخر ايدروب، نقوم بالضغط ايضا على هذه، نفس المهام تقوم بها كما ترون، ستار جوان هير، تتحصل على المهام الخاص بك، أيضا تسجيل في المجموعة الخاصة بهم، أيضا انضمام إلى قناتهم على تويتر على التليجرام، عمل فولو صفحتهم على التويتر، هنا عمل ريتويت للبوست المثبت على قناتهم على صفحتهم على تويتر أصدقاء كما ترون. هنا انضمام إلى صفحتهم على انضمام إلى انستغرام خاص بهم، هنا انضمام إلى صفحتهم على
الفيسبوك هنا عمل تصويت على موقع كوين سنايبر، هنا أيضا اشتراك في قناتي على الديسكورد، وتنزل إلى الأسفل وتضغط هنا على سامبايت دايتا، وتنتهي من جميع المهامك وتقوم بإرسال المعلومات الخاصة بك على هذا البوت. أيضا يطلب منك سكرين شوت على تصويتك على كما قلنا على موقع كوين سنايبر، تقوم بإرسال أو عمل سكرين شوت للتصويت وإرساله على البوت، هنا تقوم بإرسالهم محفظتك على السمارت تشين. كما ترون تتحصل في الآخر على رابط الإحالة خاص بك، وهنا تتحصل من هذه العملة. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا الحلقة، أدعوكم مرة أخرى للاشتراك في قناتنا وانضمام إلى قناتنا على التليجرام، وإلى اللقاء في درس جديد على قناتكم شارع الأربعاء.